أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم عن أحد أئمة الشيعة الاثني عشر عليهم السلام، وهو أحد عماد الدين وأركان الإسلام، ألا وهو الإمام محمد ابن الحسن العسكري عليه السلام. ولد الإمام عليه السلام في 15 من شعبان المبارك لسنة 255 للهجرة في مدينة سامراء. أبوه الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأمه السيدة نرجس. ولهذا الإمام عليه السلام غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى. بدأت الغيبة الصغرى من حيث توفي الإمام الحسن العسكري، وانتهت بوفاة السفير الرابع. ومن بعد نهاية الغيبة الصغرى بدأت الغيبة الكبرى التي نحن فيها الآن. ولهذا الإمام أهمية كبيرة عند الشيعة الإمامية بل البشرية عامة. فمن لديه سؤال الآن فليتفضل. تفضل يا أحمد. من فضلك أستاذ، هل ممكن أن أسألك سؤالا؟ بلي تفضل. شكرا جزيلا. ما هو الدليل على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ أحسنت، سؤال جيد سأله أخوكم أحمد. وللجواب على هذا السؤال أسألك سؤالا، من هو أشرف المخلوقات؟ الإنسان. أحسنت، جيد جدا. أسألك سؤال ثاني له ربط في الجواب على سؤالك، هل تعرف هذه الطيور المهاجرة؟ نعم. جيد، هل أن لهذه الطيور المهاجرة قائدا ومرشدا يتنقل بها من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان؟ أحسنت. فهل يعقل أن يجعل الله تعالى لهذه الطيور مرشد وقائد، ولا يجعل للإنسان الذي هو أشرف المخلوقات قائدا؟ لا يعقل. أحسنت، وهذا من الأدلة العقلية التي يعضدها قول النبي صلى الله عليه وآله، إن الأرض لا تخلو من حجة، والحجة في هذا الزمان هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والإمام عجل الله تعالى فرجه ولد في سنة 255 للهجرة من شهر شعبان المبارك في مدينة سامراء التي تسمى سابقا سر من رأى. من لديه سؤال آخر؟ تفضل يا محمد. هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟ جيد تفضل. كيف ننتفع من الإمام المهدي عجل الله فرجه وهو غائب؟ أحسنت، سؤال جيد جدا. سأل أخوكم محمد عن أن الإمام غائب، فكيف نستطيع أن ننتفع منه وهو غائب؟ وللجواب على هذا السؤال نسأل محمد سؤالا آخر، هل تعرف الكهرباء؟ نعم. أحسنت، هل تستطيع أن ترى الكهرباء؟ لا. هل نحن ننتفع من الكهرباء؟ نعم. فكذلك نحن ننتفع من الإمام ونحن لا نراه، وهذا يعضده قول الإمام الصادق حينما سألوه كيف ننتفع من الإمام وهو غائب، فأجاب عليه السلام: ينتفعون بالإمام كما ينتفعون بالشمس إذا ظل لها السحاب. فالإمام الآن هو غائب، ولكن له فائدة كفائدة الشمس لنا. شكرا جزيلا أستاذ. بل أحسن، تفضل. كان اليوم كلامنا عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولنا في باقي الجلسات للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أهمية كبيرة في حياتنا، وستكون لنا جلسات أخرى، وعليكم أن تحضروا أسئلة تطرحوها في الجلسات القادمة. وصلى الله على محمد وآل محمد.